مشي حندز في واحد الاجواء اللي مزيانه وسيكوريتي وداك الشيء والامتحان شو تحط في المستوى المطلوب وكان داك الشيء في المشيناو ماشي انا اجواء الامتحان بالنسبه لي انا ماشي داخله الاقسام ولا داخله الساحه ولكن كوليس امر غنقول لكم بان بالنسبه للامتحان ديال السنه الاولى الجهوي بكالوريا كان كتبان لي بانه بالنسبه لهاد الاجواء هاد العام بالذات كانت واحد الامر مختلف بالنسبه للتلاميذ ولا بالنسبه للاباء لان احنا كاولياء تلاميذ عطاونا باش نوقعوا واحد الالتزام وهذاك الالتزام كان خلق لنا احنا ولينا تنخافوا ماشي غير ولادنا اللي خايفين ولينا احنا خايفين ولادنا خايفين لان احنا كنتعاملوا الطفل بالنسبه لنا احنا مراهقين يعني كل ما الناس كيدوزوا السنه الاولى بكالوريا عنده 16 عام عنده 17 عام يعني حتى البلوغ وحتى الرشد ما كاينش عنده التصرف ديالو احنا ما كنعرفوش كيفاش يتصرفوا داكشي اش كتلقاو احنا دابا قدام البيبان لان احنا كنخافوا من ولادنا اللي تقوموا باش تصرف ماشي هذيك التصرف اللي يقدر يكون عنده عواقب وخيمه على المستقبل ديالو هذا الالتزام في الحقيقه كان ما كانش خصو يدار حتى لاخر لحظه وعاد يجي يقول لنا احنا كاباء ولا كاولياء تلاميذ عطيونا نوقعوا حتى لاخر لحظه نوقعوا التزام كانوا خصهم يخبرونا به في الاول باش تكون عندنا فكره عليه نعارضوا ولا نوافقوا ماشي حطونا امام الامر الواقع ونوقعوا التزام بالاخر لحظه اذا انا ضد هذا الالتزام ولان الانسان خاصو يكون اولا خصهم يثقوا في التلاميذ ديالهم ويثقوا في الاباء والاولياء ويثقوا في التربيه ديال الاطفال ويثقوا في ولاد المجتمع ويثقوا في الشباب ديال المستقبل وجيل الجيل ديال المستقبل اذا لا داعي لهذا الالتزام ولا داعي في عدم الثقه بالنسبه للاطفال امتحان داز مزيان بزاف وفي المتناول زعما مزيان كلشي مزيان دازت اجواء مزيانه الاساتذه كيتعاملوا معنا زوين حافظ غادي تحط ايه حافظ غادي تحط ما حافظش غادي يبان لك داكشي اصلا بالنسبه للتربيه الاسلاميه تحطها ثقافه عامه ماشي زعما كلشي حفاظه داكشي فريمون ساهل داكشي في مستوى يقدر يجاوب عليه اي واحد وبالنسبه للمراقبه والحراسه عندكم كيف كانت مزيانه كتعاملوا معنا زوين ما كتظلموا حتى شي واحد داكشي في اطار محدود وداكشي باين